صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الطريقة التي تنصحون بها في تعلم تفسير القرآن؟ تفسير القرآن يرجع فيه إلى التفاسير الموثوقة التي ليس فيها أغلاط أو أخطاء في العقيدة، أو التي هي من تخرصات الجهال الذين يفسرون القرآن بآرائهم وبفهمهم هم. التفسير يرجع به إلى الأصول، ولذلك العلماء ألفوا مؤلفات في أصول التفسير، ويسمونها علوم القرآن. لا بد أن الإنسان يمشي على قواعد في تفسير القرآن حتى يكون ذلك منضبطا وتفسيره يكون صحيحا. فأنت تراجع التفاسير المبنية على أصول التفسير الصادرة عن علماء محققين ليس عندهم ضلال في العقيدة أو ضلال في السلوك، لأن هؤلاء يفسرون القرآن على حسب أهوائهم ومذاهبهم، ويؤولون القرآن لأجل أن يوافق ما آراءهم. فلا يرجع للتفسير إلا إلى أهل العلم المحققين والتفاسير المبنية على أصول التفسير وقواعد التفسير. نعم.